صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه رسوم رقم 55 لسنة 2018 بإنشاء وتنظيم كلية عبد الله بن خالد للدراسات الإسلامية. وجاء في المرسوم أنه تنشأ مؤسسة تعليم عال تحت مسمى كلية عبد الله بن خالد للدراسات الإسلامية تتبع مجلس الوزراء وتخضع لإشراف الوزير، ويكون الوزير هو المسؤول عن الكلية أمام مجلس الوزراء والسلطة التشريعية. وتهدف الكلية إلى تحقيق الآتي: إعداد كفاءات فكرية متمكنة من تعزيز الهوية العربية والإسلامية وترسيخ مناخ الحرية والتعددية الثقافية واحترام قيم المواطنة والانتماء وفقا لثوابت الشريعة الإسلامية وقيمها الراسخة المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، تزويد الطلبة بالأدوات المعرفية والمهارات العلمية والكفايات الأساسية في العلوم الشرعية والعلوم المساندة، إعداد خريجين أكفاء قادرين على القيام بواجب الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة في مجالات الوعظ والإرشاد والخطابة والتعليم والإجراءات الشرعية، الجمع بين البعدين الأكاديمي والتدريبي للطلبة لإمكانية تأهيلهم لتولي مهام الوظائف الشرعية كمعلمي المواد الإسلامية والقضاء الشرعيون والباحثون الشرعيون والمأذنون الشرعيون وأئمة المساجد والخطباء والوعاظ، تأهيل الطلبة لخدمة المجتمع عن طريق المشاركة في إلقاء المحاضرات والندوات وعقد الدورات المتخصصة في مجال الشريعة والدراسات الإسلامية بهدف توعية أبناء المجتمع وتبصيرهم بأمور دينهم وترسيخ مفاهيم تعايش الأديان والمذاهب، ربط المجتمع البحريني بتراثه وثقافته العربية والإسلامية وتعريفه بالثقافات الأخرى لدعم التواصل والحوار.